الجد والاجتهاد في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى حسب الطاقة وبقدر ما تعلم بالحكمة والموعظة الحسنة، والجد والاجتهاد في ذلك. ولكن لا ينبغي للمسلم أن يتكلم إلا فيما يحسنه، وإلا فالدعوة وظيفة كل مسلم قادر على ذلك، كما قال الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وفي هذا ينبغي أن نسلك الحكمة في دعوتنا حتى يقبل الناس دعوتنا، فإن طالب العلم يجب أن يبلغ ما فهم وما أتقن من العلوم وما أشكل عليه حيله إلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله جل وعلا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين.